خذ يا أخي قاعدة، قاعدة مهمة جدا. الناس إما أن يكونوا من أهل السنة أو من أهل البدع، فإذا كانوا من أهل السنة فاسمهم أهل السنة، فإذا اختصم أهل السنة فيما بينهم وعير بعضهم بعضا فاخرج من هذا الخبل والخلل. سني سني، لا يمكن أن يخرج السني من السنة. قلت عدة مرات أن السنة ليست جنسية تسحبها الدول، سنة سنة، كالإسلام إسلام، ما أستطيع أن أخرجك من الإسلام ولا أستطيع أن أخرجك من السنة، سنة ليست لي ولا لك. إذن هذه التسميات للأسف التي حدثت بين أهل السنة لا وجه لها بتاتا، وللأسف التسميات هذه كلها مقابلة، يعني هؤلاء يسمون هؤلاء باسم وأولئك يردون عليهم باسم. فاكبروا بعقولكم وتجاوزوا هذه الترهات. سني سني، لا يمكن أن يخرج من السنة إلا ببدعة بينة واضحة فأقول هذا مبتدع. تحدد لي بدعة معينة واضحة أقول هذا مبتدع. أما أن يشيع بين طلبة العلم خلافات ويعير بعضهم بعضا، فلو عير بعضهم بعضا بما شاءوا فإن العاقل لا يدخل في هذا النبز، ولا تنابزوا بالألقاب. خذ قاعدة واسترح، وخذ من علم هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، وإن تسمى هؤلاء باسم وهؤلاء باسم وهؤلاء باسم، واكبر، كبر بعقلك. أنت طالب علم مميز ذو فهم، أتيت لتتعلم، أتيت لتتعلم، فخذ من علمهم ودع عنك هذا الزغل والترهات الواقعة الآن. عسى الله أن يهدي الجميع ويردهم إلى طاعته. فهذه التسميات لا أصل لها، والأصل أنها محدثة، والإشكال فيها أنها تسهل البدع من حيث لا يشعر الناس. فإذا صار هذا يسمى باسم وهو من أهل السنة، وهذا يعير وهذا يعير، ثم قيل للخارجي خارجي وللجهمي جهمي وللمرجئ مرجئ، ضاعت هذه التسميات. يجب أن يكون السني سنيا متميزا، والمبتدع مبتدعا إذا سمي باسم اتضح وتجلى. أما إذا صارت التسمية داخل أوساط أهل السنة شاعت الفوضى، وهذا ما نربأ لطلبة العلم عنه، أن يكبروا بعقولهم وأن يتعلموا العلم وأن يتلقوه من أهله ويتركوا عنهم هذه التسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ألست ترى في كتب البدع، في كتب الفرق المرجئة معالم واضحة، الخوارج معالم واضحة، الشيعة معالم واضحة، المعتزلة معالم واضحة، أين في كتب هذه الفرق هذه التسميات؟ ما لها أساس، تريد أن تضبط لها ضابطا، ينسب شخص، ينسب أناس إلى شخص، ثم يقوم آخرون مخاصمون لهم فينسبونهم إلى شخص، ويأتون بها النسب هذه إيه إيه، وتستمر هذه التسميات. سبحان الله العظيم، متى يكبر الناس وتكبر عقولهم طلبة علم؟ أرأيتم عبد العزيز بن باز وابن عثيمين ومن كانوا في زمانهم، كانت هذه التسميات في وقتهم؟ لا، لأنهم أكبروا عقلا، والتسمية عندهم لها مدلول سني بدعي واضحة. أما أن كل شخص يتعلم على شخص يسمى باسمه وكأنه عبد من عبيده، خطأ، هذا لا يصح. فإذا قيل إن هؤلاء عندهم أخطاء، فمن قال لك اتبع خطأ أحد؟ خطأ مردود، لكن الإخراج من السنة أمر كبير جدا ليس بالهين. أما كونه يخطئ، وأن تريد إنسان له آلاف الساعات من المحاضرات والدروس ما يخطئ؟ استحيل أن يوجد هذا، سيخطئ ولا بد أن يخطئ. فإذا أخطأ فترك الخطأ، خطأ السني تجنب الخطأ. يا لله العجب، لو أن صحابيا جليلا من أهل الجنة من أهل بدر أخطأ، هل في أحد يقول اتبعه في خطأه؟ يقول اترك خطأ التابعي البدري الصحابي البدري، فكيف بغيره؟ ما قال لك أحد اتبع خطأ فلان، إنما يقال هذه الأخطاء تترك. والسني سني، والعالم عالم. وفي حديث معاذ الذي لا يخفاكم أنه لعل الحكيم يقع منه الكلمة من الزيغ فاجتنبها ولا تنأ عنه، ترك هذه الكلمة التي أخطأ فيها وهذه المقالة الموحشة التي أساء فيها، أو عبارة غير لائقة بأهل العلم فيها نوع من يعني الذي لا يليق بأهل العلم أن يقولوه، اترك هذه، لا تقتدي به فيها، وليست هذه من مواضع العلم حتى تقول إن هذا ما سأتعلمه، هذه اتركها. وأنت أنتم كبار ولا أحد، نحن الآن لسنا في
يعني متوسطة ولا في ابتدائية، أمام رجال كبار. فأنتم خذوا العلم وتجنبوا هذا الخلل، واحمدوا الله تعالى على السنة، وتزودوا من العلم وعودوا. وأنقل كلمة للإمام العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، صاحب أضواء البيان، قال لفتة عظيمة جدا في قوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال: كأن قائلا قيل: ما بالهم أمة واحدة وقلوبهم شتى؟ قال: لأنهم لا يعقلون. فدل على أن النزاعات الفارغة هذه والمخالفات هذه تدل على قلة العقل، وقد لا تدل على قلة الدين. أنا ما قال هذا، أنا أقوله الآن، كلام الشنقيطي رحمه الله في موضوع العقل، يقول: كثرة الخلافات والنزاعات هذه تدل على قلة العقل. قد يكون الإنسان متدينا وخيرا وصالحا، لكن عنده قصور في عقله، ولو تعقل لما كان بهذا المستوى. هذه النزاعات المستمرة المستشرية بين أهل السنة دائما دائما، إذا دققت في بعضها لم تجد له ثمرة ولم تجد له ضابطا. وإذا كنت على صلة بالطرفين علمت أن قلوب بعضهم شحنت شحنا على مسائل بعض الأحيان لا أساس لها، ليس لها أصل. تريد أن تضبط مسألة، تقول: سأكون معك عونا على هذا الشخص، أعطني شيئا محددا أمسكه بطريقة العلم الشرعي الذي إذا سألني الله تعالى عنه لما قلت فيه كذا أجبت. ما تجد في كثير من الأحيان، ما تجد. ولهذا ننبهكم إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن بين العلماء كما بين التيوس في الزرب. بهذه الصراحة والوضوح، التيوس في الزرب يكون بينها منافسة على المعز، يقول: فانتبهوا. ولهذا قال أيضا مالك بن دينار رحمه الله: أقبل شهادة القراء في كل شيء إلا بعضهم على بعض. يقول: هم ثقات، أقبل شهادتهم في كل شيء، يشهد اثنان منهم على رجل أنه قتل أقتله. يقول: إلا بعضهم على بعض. إذا شهد بعضهم على بعض يقول: أنا أرد شهادة هذا في هذا وشهادة هذا في هذا، لأن بينهم كما بين التيوس في الزرب، يعني من التنافس. فالإنسان يتعقل ويتعلم العلم، ولا تصرفه هذه الأمور، لا تنشغل بها. إن انشغلت بها انشغلت عن العلم. اشتغل بالعلم وخذ من علم هؤلاء، واسأل الله لهم جميعا التوفيق ما داموا من أهل السنة. أما رافضي، جهمي، مرجئ، خارجي، هذا تدين الله عز وجل بالتقرب بالتحذير منه والرد عليه. لكن بين أهل السنة، ولهذا نقول: يا أخوة، يأخذ اثنان من المتنافسين كتاب الواسطية فيشرحه، لا يخرم منه حرفا، عقيدة منضبطة، ويأتي خصمه فيشرح نفس الكتاب فيشرحه نفس الشرح، عقيدة واحدة. لماذا اختلفتم؟ هذا أن المختلفين يختلفون العقيدة، هذا يؤول النصوص وهذا يثبتها، هذا يسب الصحابة وهذا يثني عليهم، ما بالكم في القدر وفي الصحابة وفي الصفات وفي الإيمان على قول واحد ثم تختلفون؟ وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فارفع نفسك ووفقك الله.